شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يقال عنه بأنه حنبلي أم أنه إمام مجتهد مطلق؟ لا، حنبلي، هو يعترف بهذا، هو حنبلي لكنه مجتهد مذهب، لأن المجتهدين على قسمين: مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة، مجتهد مذهب يعني يستطيع الترجيح بين الأقوال ويستطيع النظر في الأدلة، هذا مجتهد مذهب. شيخ الإسلام من هذا النوع، مجتهد مذهب، وحنبلي مجتهد في مذهب الحنابلة. نعم.